التنوع الاجتماعي والديني والقومي بالعراق عنوان لندوة ودعا بها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية عام 2020 لأهمية الندوة في بناء المواطنة والتعايش السلمي وردع القوى الرامية لهدم النسيج المجتمعي بين أبناء الوطن الواحد بكافة دياناته وقومياته. نحن الآن في بداية خط شروع لعمل كبير من ورش واجتماعات ولقاءات حتى نستطيع أن ننفذ الوثيقة الحكومية الخاصة باستراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي إرهاب وأن نضع حلول ومحاكاة حقيقية مع مجتمع. ليس المحاكاة هي من خلال الإعلام فقط أو من خلال الورش، يجب أن نكون في الميدان وسط هذه المجتمعات. أهمية التعايش الديني يكمن في مدى شعورنا بالمواطنة ومدى تطبيقنا للقانون. شعور المواطنة هو الأساس في تطبيق التعايش السلمي، لأن المواطنة تعني أنك تتمتع بكامل حرياتك دون أن تتعدى أو تتجاوز حريات الآخرين. ممكن دور الحكومة دور مهم جدا في تهذيب وخلق التعايش السلمي داخل أبناء الشعب العراقي من خلال سن القوانين اللي تجعل الجميع متساوين أمام القانون وفي القانون. الأزمة الأمنية التي أحدثها تنظيم داعش والجماعات المتطرفة بالعراق كشفت اللثامة عن العديد من الأصوات النشاز التي كانت تتحدث بسلمية العلاقات بين العراقيين، وأمست بعد حين مساهما فعال في جر بعض شرائح المجتمع إلى الهاوية ليكون لقمة دسمة للطامعين بحسب بعض الحضور. العوامل التي تؤثر على التعايش السلمي علينا حقيقة بإزالتها أو توضيحها أو التحذير منها، وهذه العوامل منها سياسية حقيقة ومنها دولية. دائما مطامع الدول في بلدنا تكمن في تفرقتنا، كلما تفرقنا حقيقة كلما استطاعوا أن يأخذوا أكثر من خيراتنا وثرواتنا، كلما توحدنا كلما استطعنا إلى بناء دولة متماسكة وقوية. على العراقيين جميعا، وهذا خطاب من هنا حقيقة من هذه إقامة هذه الندوة، لا يمكن أن يبني هذا البلد إلا أبناء هذا البلد من أبناء كل الطوائف. تقويض تأثير العوامل الخارجية على المتلقي العراقي عبر وسائل الإعلام التي تحمل بعضها الكراهية وبث خطاب التفرقة من خلال المحتوى من أهم الخطوات التي من الواجب أن تتخذها الحكومة والجهات الرقابية لإعادة لملمة العلاقات وتقوية الأواصر بين الأفراد، كما جاء في ختام الندوة. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.